شكرا للمنابر الإعلامية التي يعني لبت النداء من أجل تغطية هذه المعركة. اليوم ننظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، ربما أصواتنا لم تصل من أمام قبة البرلمان التي نظمنا يعني إبانها ثلاث وقفات لكن لا مجيب. اليوم نقف أمام وزارة العدل على مرأة وعلى مسمى من السيد وزير العدل لكي نوجه له رسالة واضحة لا تحتاج إلى تشفير، هو أن هذا الكمشة راه ما انفكاش معك حتى وإن كان فيها الموت، لأنه لا يعقل. غير هو قبل ما نبقاو نهضروا في هذا يعني في هذا السياق ديال هذه الوقفة، راه اليوم نتساءل واش بالفعل حنا في دولة الحق والقانون؟ شنو هو الحاجة اللي كان خصها الدار وما درناش؟ مشينا للمؤسسات، كل شيء، مستوى القضاء الجنائي الإداري، مؤسسات ديال الحكمة الجيدة، المجلس الوطني حقوق الإنسان، مشينا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من رشوة المحاربة ديالها، مشينا للديوان الملكي. فبالتالي اليوم الأمر معروض على الديوان الملكي، على جلالة الملك، لأنه واش بالفعل حنا في دولة الحق والقانون ولا منطق الصيبة؟ لأن صافي راه مبقاش، راه مبقاش حنا كشعب، راه اللي جا كيمسح فينا يدو ويمسح فينا رجليه. وأستسمح من السادة المشاهدين، راه هذا هو الواقع، راه قرينا شحال من عام والقراية ديالنا كلها مشادة بواحد المنطق ديال القوة القوية كل ضعيف، ديال واخا تغوت ما عندنا ما نديرولك، واخا تمشي للمؤسسات نخليوك تتبرد. ما يمكنش، راه خصنا نعرفوا حنا معامن في هاد البلاد، إلا ما كانوش باغينا حنا ضيقنا عليهم في البلاد يقولوها لينا ويقولوها لوالدينا اللي خسروا علينا فلوس. راه حطموا الآمال ديال والدينا، راه الفرحة باش ندخلوا على والدينا. ماشي كنقولوا هاد الهضرة باش نديروا فيها البوليميك ولا كذا، راه كنهضروا دابا باللغة اللي غيفهمها الشعب كامل. راه حنا عينا كيتمارس علينا ما يمارس على مجموعة من القطاعات، راه عيب وعار، عيب وعار في واحد الدولة 2023، دولة الدستور ما بعد 2011، دولة النموذج التنموي، والفضيحة التي شهد بها العالم، وفضيحة ما عندهم كيفاش يديروا تيغطيوها، فضيحة بكل المقاييس، لدرجة أن السيد وزير العدل في كل خرجة إعلامية كيدير زلات وزلات. فبغينا نعرفوا، بغينا نعرفوا حنا مع من في هاد البلاد، مع من في هاد البلاد. إلا كان غير هاد المنطق ديال أننا راه ما غيتسوقوش لينا، غنبغيو نقولوا لهم من هاد المنبر، راه والله ما نتفكوا معاكم حتى ويكون فيها الموت، راه ما بقيناش حنا كشباب، راه قهرتونا، راه قهرتونا وقهرتوا هاد الشعب، قهرتونا بهاد المعنى في جميع النواحي. غلاء الأسعار، المعيشة غالية، ما كاين لا خدمة، لا الناس كيمشيو للشركات السميك ما كاينش، عدد ساعات العمل، وقرينا تاعينا قولوا لي خلينا لكم الله سبحانه وتعالى. لهذا كنبغي نقول سيد وزير العدل، أنا خصيمك، أنا ومن معي من المظلومين، أنا خصيمك أمام الله. ربما لن تجدي نفعا العدالة ديال الأرض، ولكن كاينة عدالة السماوية لا تخطئ.